وتاخد بالك الانتروبيس فيربون كلايرز او متوقع ديدان دبوسيه متوجه على التيبس. طبعا احنا بنحاول ان احنا نوضح الامور اكتر. هناخد اللارفي دي ونشوفها تحت الميكروسكوب ونتاكد منها عن طريق فحصها ميكروسكوبيا من نوعها بالظبط. للأسف طلعت انتروبيس فيربون كلايرز ديدان دبوسية. ده الشكل بتاعها الظاهر لينا تحت الميكروسكوب. هنحاول نروح سريعا للهاي باور علشان احنا عندنا اليو بي اس بتاعنا بيشطب والكهرباء للأسف قطع. تكون الأمور أوضح جداً.